بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل يا جماعة الأسئلة. شو ذا كوريكت أنسر؟ ذا وين ذا كلوزست؟ شو إز نيكست؟ نيكست طبعا بتاخد تو، نيكست تو يعني بيجي ور. يبقى ذا وين ذا كلوزست شوب إز نيكست تو ذا جولري شوب. رقم اتنين، ذا ثيتر إز ذا بوك شوب. طبعا هو عاوز يقول ان الثياتر جه مقابل. طبعا انا لو اخترت نيكست يبقى نيكست تو بتوين، يبقى بتوين حاجتين اتنين، بتوين يعني باينه. يبقى ذا ثياتر از ايه؟ اوبزيت يعني في مقابل ذا بوك شوب. رقم ثلاثه، نقط تو بلوكس انتر ليفت. طبعا واضح ان هو بيدي اوامر، يعني بيدي توجيه لواحد ان هو يمشي عمارتين ويحود الشمال. ولما بتيجي بتدي امر مثلا او بتدي توجيه لواحد، يبقى الفعل في المصدر، يبقى تقول له ايه؟ ووك ووك، بس مصدر. رقم اربعه، يقول ذا سبورتس سنتر از نقط ذا اكواريوم اند ايه؟ ذا هوسبيتال. وعاوز يقول هنا ايه؟ السبورتس سنتر بين between is between the aquarium and the hospital. تمام. رقم خمسة أو خمسة، what do you do؟ عاوز يقوله انت بتعمل ايه يوم الايه؟ يوم الجمعة. طبعا فرايداي بتاخد ايه؟ تاخد on. what do you do on Friday. رقم ستة، my brother was born. برضو هنا هناخد on January. My brother was born in January 23. يعني انا اخويا اتولد في يوم، طبعا هو يقصد لنا ايه؟ اليوم. فاحنا اختار ايه؟ 1. رقم 7، نقط the weekend I usually do the same things. يعني في الاجازه بتاعت اخر الاسبوع، at the weekend في نهاية الأسبوع I usually do the same thing، بعمل نفس الشيء. رقم 8، he walked not the beautiful garden where he used to play in his childhood. he walked يعني هو مشي. فهنا هنختار كلمة past the beautiful garden where he used to play in his childhood. ايه الكلام ده؟ بيقول لي هو مر بي، walk the past يعني ايه؟ مر بي the beautiful garden، الحدائق الجميلة اللي هو كان محتاج انه يلعب فيها فوتبول وهو صغير يعني. رقم 9، بيقول I will see you next week. I will see you next week. طبعا هنا مش هنختار اي حرف جر. رقم 2، complete it rains a lot نقط وينتر. هو عاوز يحط هنا حرف جر. طب وينتر تاخد ايه؟ تاخد ان. يبقى تاخد ايه؟ تاخد ان. it rains a lot in ايه؟ in winter. بتمطر كتير قوي في الشتاء. رقم 2، go straight on. go straight on زين ايه؟ طبعا خد بالك هنا go اي فعل امر اهي في المصدر، زين برضه يبقى في فعل امر هنا تاني. انت بعد كده انت عاوز ايه؟ هتاخد ايه؟ the first road on the left، الطريق الاول طريق على الشمال. هتقول له ايه؟ خد تيك برضه يعني في المصدر، تيك تي اي كي اي، وطبعا مش هتبقى تيكنج، هتكون ايه؟ تيك بس. رقم 3، where did you go؟ هنا بيقول له ان لاست سمر، لا طبعا هتبقى ايه؟ لاست سمر بس، ما فيش اي حروف جر، يبقى ايه؟ where did you go last summer. rewrite. رقم 1، it's the building near the library on the left. عاوز يستخدم كلمة تو. تو دي بتيجي مع نيكست على طول، نيكست تو يعني عاوز يبدل بدل ما نقول it's the building near the library on the left، ان هو مبنى اللي هو القرب من المكتبة على الشمال، او نيكست تو the library. تمام. يبقى ايه؟ it's the building next to the library on the left.
يبقى نحط هنا بدل ليه دي نحط next to the library of the left. رقم اتنين the move starts in 10 minutes it's 8:50 p.m. عاوزين نستخدم 9 p.m. طبعا عشان نستخدم 9 p.m. يبقى هاخد حرف الجر 8 p.m. فاقول ايه the movie starts اقول ايه بقى at 9 p.m. بدل ما اقول in 10 minutes هو بيقول له the movie starts in 10 minutes يعني هي الفيلم هيبدا بعد 10 دقايق الساعة دلوقتي 58 دقيقة فأنا بدل ما أقول له كل الكلام ده أقول له إيه the movie starts إيه at 9 p.m. طبعا يبقى إيه 9 p.m. تاخد حرف جر at رقم 3 we usually have lunch at 1 هو بيقول إن عاوز يقول إيه إن إيه هنجيبها مع إن إيه يبقى إيه in the afternoon تمام يبقى احنا نقول ايه we usually have lunch in the afternoon بدل ايه at one هنقول هنا in ونكتب هنا the afternoon تمام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.